بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل عام أنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن ينجنا من شر أنفسنا والإنس والجن أجمعين، وأن لا يجعل الخلق حجابا بيننا وبينه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا بهذه الأيام المباركات، وأن يرزقنا فيها الأعمال الصالحات، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يكفهم عدوهم، اللهم آمين. كنا قد تكلمنا في المرة السابقة على صلاة الخوف، وتكلمنا على ما يجوز لبسه وما يحرم لبسه، وتوقفنا عند الكلام على ما يفعل بالميت. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية الاختصار: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذا ملخص ما يلزم ويجب فعله في الميت. وهذا الفصل يتكلم فيه الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الجنائز، عنونها غيره بالجنائز. والجنائز بفتح الجيم جاء جنائز لا غير، يعني ليس فيها جنائز، إنما هي جنائز، جمع جنازة أو جنازة، فهما لغتان مشهورتان، يعني مشهورتان بين العرب، جنازة وجنازة، تقول العرب جنازة وجنازة. وقيل الفتح أفصح من الكسر، وعلى هذا فهو أشهر وأقوى. والجنازة والجنازة اسم للميت في النعش. أتعلمون ما هو النعش؟ ما يوضع عليه الميت، اللي هو الخشبة التي يعني نأخذها ونضع عليها الميت. الميت إذا وضع على هذا النعش يسمى جنازة أو جنازة. أما إذا لم يوضع الميت على النعش يسمى النعش حينئذ سريرا، يبقى اسم للميت في النعش جنازة وجنازة. فإن لم يكن عليه ميت، الخشبة التي تجعل في المساجد الآن موضوعة في بعض المساجد بتتسمى إيه؟ تسمى سرير. طب وضع عليها الميت، إذا وضع عليها الميت يسمى الميت الذي على النعش جنازة وجنازة. طيب هذا الباب لماذا وضع في هذا الموطن بعد صلاة الخوف وقبل كتاب الزكاة؟ ونحن قلنا إن الميت يفعل به أربعة أشياء: الغسل، فممكن نحن نحطه نضعه مع الطهارات، وتكفينه ممكن نحطه مع فروض الكفاية، يعني تذكر في باب الجهاد والسير، والصلاة عليه، وإيه الصلاة عليه ممكن نضعه في كتاب الصلاة. ما علماؤنا لما وضعوا الأبواب في أماكنها وضعوا الأبواب في أماكنها لمناسبة، لمعنى من المعاني. طيب ودفنه هنحطه في فروض الكفاية أيضا، وهناك في باب السير والجهاد يذكرون فروض الكفاية، لكن إذا نظر الفقيه نظر إلى هذه الأربعة وبحث عن أهمها
ما هي أهم هذه الأشياء بالنسبة للميت؟ الغسل مهم لكنه ليس كالصلاة عليه، التكفين ليس كالصلاة عليه، الدفن ليس كالصلاة عليه. الصلاة عليه يا أولاد ينتفع بها الميت لأنها دعاء وشفاعة عند الله تبارك وتعالى أن يغفر لهذا الميت وأن يقضي حاجته، فالصلاة عليه شفاعة وهي أعظم ما ينتفع به الميت، ولذلك لأهميتها وضعوا هذا الباب وهو باب الجنازة أو باب الجنائز جمع جنازة أو جنازة في هذا الموطن، لأنه تذكر فيه الصلاة على الميت، والصلاة على الميت من أهم ما يفعل به الميت. ولذلك علماؤنا لا يضعوا شيئا في محله إلا ولهم في ذلك نكتة وفائدة. طب ما هو ممكن أيضا نجعل هذا الباب بعد قبل كتاب المواريث، صح كده ولا لا؟ ليه؟ لأنه إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، فهنجعله قبل كتاب المواريث ممكن، لكن هل هينتفع الإنسان بقى بنقل ميته، نقلة ماله كانتفاعه بالدعاء له والاستشفاع والإلحاح على غفران الذنوب وستر العيوب وعن أن يفرج الله كربه وأن يزيل همه؟ ليس الأمر كذلك. ولذلك لا يضع بابا في غير محله أبدا، وإنما يضعه في مكانه المناسب له، لأنهم لديهم فكر عميق، لديهم فهم لارتباط الأبواب بعضها ببعض، باب صلاة الخوف وبعديه صلاة الجنازة، شوف كلها ايه ماشية في اطار واحد. ده بعضهم كمان بيجعل قبل باب الجنائز حكم ترك الصلاة كالامام النووي في المنهاج. ليه؟ لانه لو اصر على ترك الصلاة بيقتل. طب ما حكمه في الغسل والكفن وفي كذا وفي كذا وفي كذا. وكأن وجهة نظر الفقير الى الله كل باب وضع في مكان يجيب عن سؤال، وكأن كل باب وضع في مكان يجيب عن سؤال. طيب عشان ما نلغيش كتير، طب انت بتقول ويلزم في الميت، يلزم يعني يجب، هذه العبارة من عبارات الوجوب، يعني ويجب. طب يجب يعني وجوبا عينيا والأم وجوبا كفائيا؟ قالوا لا، الأصل فيه أنه واجب كفائي. وما هو الواجب الكفائي؟ المشهور عنه أنه إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا هو الواجب الكفائي، قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. طيب يبقى ويلزم أي بطريق الوجوب الكفائي لا الوجوب العيني في الميت، في الميت يعني بسبب الميت، ففي هنا تأتي بمعنى السببية، يعني هذا الوجوب سببه موت ذلك الإنسان، ويلزم في الميت يعني بسبب الميت على سبيل الوجوب الكفائي أربعة أشياء. طب والحمل؟ ما أنتم أيضا تكلمتم في كتاب الجنائز عن حمل الميت، وحمل الميت أيضا واجب كفائي، فلما لم تقولوا خمسة أشياء وتذكروا الحمل؟ قالوا هذه الأربعة ذكرناها واقتصرنا عليها لكونها هي الواجبة بطريق القصد،
ما احنا عندنا الواجب اما ان يكون وجوب وسائل ام وجوب مقاصد او وجوب مقاصد، يعني واجب لذاته وده وجب لكونه وسيلة لغيره، فالحمل انما وجب لكونه وسيلة للدفن، فوجب وجوب الوسائل. وإنما يتكلم هنا الإمام أبو شجاع على الواجب وجوب الأصالة ووجوب المقاصد لا وجوب الوسائل، لأن الحمل وسيلة للدفن، فلو وجب وجب لكونه وسيلة إلى الدفن. والغالب إن الإنسان يحمل ثم بعد ذلك يدفن، لكن افرض ان هو غرق ولم نعصر له على جثة، هنحمل ايه؟ افرض انه يعني اشياء كثيرة من هذا القبيل. طيب، والسؤال هنا من هو المخاطب بفرض الكفاية في هذه الحالة؟ احنا قلنا يجب في الميت اربعة اشياء يعني وجوبا كفائيا، قالوا المخاطب به كل من علم بموته. وأما من لم يعلم بموته فلا يخاطب به. يعني لو واحد الآن مات في ماليزيا، أنا أخاطب إن أنا أدفنه إزاي؟ يعني هركب البراق حتى أصل إلى هناك وأدفنه؟ لا، كل من علم بموته وتمكن من القيام بواجب الغسل والصلاة والدفن والحمل، هؤلاء هم المخاطبون. لكن أنا ممكن أعلم على الفيسبوك أن فلان الفلاني قد مات، هعمل إيه بقى وهو في ماليزيا أنا في مصر وما أعرفش بلده؟ طيب، قال أربعة أشياء ويلزم في الميت أربعة أشياء غسله، وهذه الأشياء الأربعة إنما تلزم إذا تحققنا وتيقنا من مفارقة الروح البدن، حينئذ تجب هذه الأربعة أشياء. أما إذا لم نتحقق، افرض أنا شاكك يا ترى الشخص ده مات أو لم يمت، توقف عن هذه الأربعة، لا تغسل ولا تصلي ولا تحمل ولا 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 حتى تتيقن من موته. كان زمان قديما يعني ما كانش في الطب الحديث فما كانش يعرفه، فكانوا بينتظروا حتى يتغير الميت تتغير رائحته. أما الآن الحمد لله لدينا طب حديث ولدينا يعني أشياء من خلالها نعرف أنه إذا مات أو لم يمت إلى آخره. طيب، غسله أول حاجة الغسل، وهو بدأها بهذه الطريقة لأنها كذا مرتبة، الغسل إذا أمكن الغسل. ولكن هب أن الغسل لم يمكن بأن كان هذا الميت قد احترق والعياذ بالله، عافانا الله جميعا، ولو قمنا بغسله سيتقطع اللحم، ماذا نصنع؟ نيممه بدلا عن الغسل. ولذلك هو اقتصر على الغالب، والصور دي صور نادرة جدا. أنا هو في حياتي وجلست للإفتاء سنوات طويلة يعني قليل لم أجد مثل هذه المسائل. والشيء الثاني، ويأتي الكلام بعد ذلك تفصيلا أو في شيء من التفصيل، احنا كل ده بنختصر في كل ذلك بنختصر يعني عشان المقام نفسه ما يسمحش بان احنا نوسع في العبارة اكثر من هذا. وتكفينه، طيب متى يكون الكفن؟ سؤال. انما يكون التكفين بعد الغسل او التيمم عند عدم الغسل، يعني ما تقولش الاول نكفنه وبعد كده نغسله هو في الكفن، تبقى على طول يعني عقلك مفقود ومن قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم. لا، الأول الغسل
ثم بعد ذلك التكفين والصلاة عليه. طيب الصلاة عليه امتى؟ قال له بعد الغسل، لأن الصلاة عليه قائمة مقام صلاتك أنت. هل تصلي بدون أن تتوضأ؟ لا، ولذلك تغسيلك للميت يجوز لك الصلاة عليه. ولا بد أولا من أن تغسل الميت أو تيممه، ثم بعد ذلك تصلي عليه. ما تصليش الأول وبعد كده تغسل، ما حصلش. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعني أخذنا منه التشريع لم يفعل هذا، ما نقلناش حالة واحدة إنه صلى ثم بعد ذلك غسل، الكلام ده ما حصلش. طيب لكن الأول نكفن ثم نصلي، قال الأفضل والأحسن أن تكفن ثم تصلي. طب افرض إن احنا غسلناه ثم صلينا عليه ثم كفناه، هل هذا يعني يجوز ويصح؟ نعم يجوز، ولكن مع أنه مكروه. مع إيه إنه مكروه؟ طيب بعد كده بتقول لي والصلاة عليه، على مين يعني؟ على الميت، يعني على أي ميت يصلى؟ هنخليها كده إيه، بطريقة أشبه بالسؤال والجواب، بلك وكأننا نعطي العلم بطريقة ميسورة سهلة غير معصورة. يعني يصلى حتى على الكافر، واحد أسلم وأخوه ما زال على الكفر ومات، هل يصلي عليه؟ قالوا لا، إنما يصلى على المسلم. طب افرض إنه هو يعني أخذته الشفقة والرحمة وصلى على أخيه، هذه الصلاة حرام، فعلها حرام ولا تنعقد، لأن الأصل في العبادة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد. افهم، نحن نعطي يعني فوائد مهمة ينبغي عليك أن تحفظها. الأصل في العبادة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد. يعني إيه؟ بسيطة خالص. دلوقتي الآن، بلاش دلوقتي، الآن الصلاة على الكافر أو الذمي أو الحربي أو المستأمن أو المعاهد أو المرتاد، هذه الصلاة غير مطلوبة من المكلف، فإذا صلاها فإنها لا تنعقد صلاة. ولذلك إذا قال لزوجته إن صليت صلاة جنازة اليوم فأنت طالق، فرح صلى على كافر صلاة الجنازة، هل تطلق زوجته؟ لا، لأنها لا تسمى صلاة. طيب ده كلام جميل أوي، ده فكرة أهو، أنتم بتتكلموا بالفكر. قال طب حتى ولو كان صغير وهو مولود بين أبوين كافرين أو ذميين، نعم حتى ولو كان صغير، بس مولانا يعني الراجح من ثمانية مذاهب أن أولاد الكفار يدخلون الجنة، نعم حتى ولو كان داخلا الجنة، إلا أنه قد ثبت له كفر بالتبع ولذلك لا يصلى عليه حتى ولو كان غير مميز. طب هب أن الكفار قد اختلطوا بالمسلمين، موت كفار على موت مسلمين، وأردنا أن نصلي على موت المسلمين، ماذا نفعل؟ لها صورتان،
الصورة الأولى أن تصلي على الجميع، فتعمل إيه؟ تحطهم قدام بعض كده أهو، وتنوي الصلاة على المسلم منهم، من تختلط ولا تعرف أين المسلم من الكافر، وتنوي بقلبك أنك تصلي على المسلم، وتقول اللهم ارحم المسلم منهم. كلام كتب علمائنا بتقول كده، احنا بنشرح كتب علمائنا. طب هاب ان هو يصلي على واحد واحد يجوز، ولكن تقول كده نويت الصلاة عليه إن كان مسلما، وتقول اللهم اغفر له إن كان مسلما، ولكن أنت تتردد لأنك تقول إن كان نويت الصلاة إن كان مسلما. قالوا هذا من المواطن التي يغتفر فيها التردد في النية للضرورة، يعني لازم نصلي على المسلم، لابد أن نؤدي فرض الكفاية. ولكن السؤال أنني لا أعرفه عينا، فهذا هو أو هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نؤدي الواجب الكفائي. طيب، ولكن الأفضل أن يصلي عليهم جميعا مرة واحدة. بالنسبة للغسل، هل يجوز غسل الذمي والحربي؟ هو لا يجب غسل الذم والحربي بعد موتهم، وإنما يجوز، لأن باب الغسل غير باب الصلاة، باب الصلاة أضيق من باب الغسل. بالنسبة للتكفين، قال ويجب تكفين الذمي، يعني مش هصلي عليه، ممكن أغسله، ممكن أكفنه، ممكن أدفنه، يندب هذا ولا يجب. قال ويجب تكفين الذمي، ده بالنسبة للغسل يندب والدفن، ولكن التكفين لا، ده كمان التكفين والدفن واجب، اللي مندوب ده أو اللي جائز اللي هو الغسل، وأما التكفين والدفن ده واجب عليك. الذمي الذمي يعني المسيحي والنصراني، نعم يجب عليك أن تكفنهما وأن تدفنهما وفاء بذمته، لأن بينك وبينه عقد، ووفاء لعقد الذمة التي بينك وبينه، هو أنت ممثل المسلمين وهو ممثل غير المسلمين، وفاء بعقد ذمته يجب عليك أن تكفنه وأن تدفنه. طب لو مؤمن وحجلنا كده وطلب الأمان، اللجوء السياسي، خلاص أيضا كذلك هندفنه وهنكفنه والحمد لله. لماذا؟ قال وفاء بالعقد الذي بيننا وبينه، عقد الأمان والمعاهد بيننا وبينه عهد كذلك. طب الحربي والمرتد، قالوا لا يجب تكفينهما ولا دفنهما، لا يجب، بس لو عايز تعمل كده ما فيش مانع، لو أردت أن تفعل هذا لا مانع، ولكنك لو تركت لا إثم عليك، لأن الحربي غير محترم والمرتد غير محترم. طيب، لكن الحربي والمرتد لو تضرر الناس برائحتهما، ريحتهم ضلعت وهم مركونين، قال في الحالة دي يجب عليه أن يعني يدفنه حتى لا يتأذى الناس. لكن كل الكلام ده خلي بالك، كل ده نظري، ايه كل ده كلام نظري، بس احنا بندرس في كتب التراث، كل الكلام ده كلام نظري. لكننا انما ندرس الاحكام الفقهيه. طيب خلصنا كده من الاربعه اشياء
قصدا، والخامس هو الحمل. يبقى ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. من ومن بقى؟ الشهيد في معركة المشركين، والسقط 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 الذي لم يستهل صارخا. السقط فيها ثلاثة ضبط، فيها ثلاث لغات: الضم السين، ضم السين وفتح السين وكسرها. أول واثنان لا يغسلان، ده مش لا يغسلان، ده نفي، ده نهي، يعني لا تغسلوا الشهيد في المعركة ولا السقط الذي لم يستهل صارخا، ده نفي أو نهي. ولذلك قال علماؤنا: يحرم الغسل في الشهيد الذي مات في معركة المشركين أو بسبب المعركة وفيها تفاصيل طويلة، هذا يحرم أن نغسله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في قتلى أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وحرم ذلك في الشهيد أي الغسل إبقاء لأثر الشهادة، لأنه مات بإيه؟ طعنات، فنزف دمه، فنريد أن تبقى أثر الشهادة إلى يوم القيامة، لأنها تأتي يوم القيامة الريح ريح المسك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ورد على الغالب، لأن الغالب أن الموت يكون معه خروج الدم. طب افرض أنه هو خنقه، واحد من الكفار خنق واحد من المسلمين، قالوا طب خلاص ده من غير الغالب. طب هب أنه يعني كان عليه دم الشهادة وكانت عليه نجاسة، قالوا يغسل النجاسة حتى وإن ذهب معها دم الشهادة لغلظ النجاسة. طيب حاجة جميلة، انتوا الفقه ده حاجة هلوة. ولا يصلى عليهما أي لا تجب الصلاة عليهما، بل تحرم الصلاة على الشهيد وعلى السقط بالشروط التي سنأتي ونتكلم عليها. طب لماذا تحرم؟ النصوص المانعة من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا، بل أمر صحابته في شهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم هكذا. ولو صلاها الإنسان على شهيد المعركة بطلت صلاته، أي لم تنعقد، لأن الأصل في العبادة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد. والحكمة في ترك الغسل وترك الصلاة عليهم هو ترغيب الناس في طلب الشهادة. قال له خلي بالك، ده انت آمن من عذاب القبر، وانت آمن من كذا، وانت آمن من كذا، فحسن إليه الأمر فجعله يرغب في الشهادة أكثر من ما كان قبل ذلك. خلصنا. طيب من هو الشهيد؟ قالوا الشهيد هو الذي قتل في معركة المشركين، يعني المعركة التي دارت في أكتوبر بيننا وبين الصهاينة، إسرائيل يعني، فمات من المصريين المسلمين هم شهداء لأنهم قتلوا إيه؟ في قتال
حرب الكفار. والشهيد هو من قاتل، عندنا الشهيد على ثلاثة أنحاء، شهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا. شهيد الدنيا والآخرة هو من قتل في معركة الكفار ونيته إعلاء كلمة الله، فهذا شهيد الدنيا والآخرة، وهذا الذي يحرم أن يصلى عليه وأن يغسل، وهذا الذي ورد فيه الفضل العظيم. يبقى من قاتل لإعلاء كلمة الله. وشهيد الدنيا من قتل في المعركة ولكن كانت نيته أن يأخذ الغنيمة، يأخذ من الغنيمة مأجور يعني، ولكنه مع هذا لا يطلع على نيته إلا الله، ولذلك لا يصلى عليه ولا يغسل، ولكن الذي يعرف قيمته هو الله يوم القيامة. طيب بسيط. وشهيد الآخرة وهو من ورد في السنة أنه المبطون، وأنه من مات بالهدم، وأنه من مات يعني في المرأة الحامل تموت بسبب الطلق حتى ولو كان من زنا، والغريب يموت في أرض الغربة، فهؤلاء شهداء. وذكر العلامة البجوري أن طالب العلم إذا مات ولو كان على فراشه فهو شهيد. يعني حضرتك لو مت شهيد، الحمد لله فأبشر بارك. ولذلك لما كنا بنقول محمد أمين شهيد المحراب وشهيد العلم، ده عشان أئمتنا قالوا هذا، قالوا بأن طالب العلم ده مجاهد في سبيل الله، وهو مجاهد لتعليم الناس، فإذا مات على فراشه أخذ أجر الشهادة. وهذا أيضا ورد ترغيبا في طلب العلم وفي تحصيله وفي السعي عليه، فمن مات من طلبة العلم على فراشه فهو شهيد الآخرة، يأخذ ثوابه وأجره كاملا يوم القيامة، لكن يصلى عليه ويغسل ويدفن ويحمل كما فعلنا بأخونا الكريم محمد أمين ألحقنا الله به على خير. قال والشهيد، شهيد الدنيا أو شهيد الدنيا والآخرة من مات في قتال الكفار، ولو احتمالا. يعني ماذا يقصد باحتمالا؟ يعني انكشفت المعركة وانتهت ودخلنا يعني أرض المعركة فوجدنا الشخص مات ولم نتأكد أنه مات بسبب قتال الكفار، ممكن يكون كان عنده أزمة قلبية ومات، بس ده احتمال يكون مات بسبب الحرب والقتال مع الكفار، واحتمال أن يكون مات بغير ذلك. ورد من أين هذا الاحتمال؟ ورد هذا الاحتمال من أننا لم نجد فيه بعد ما انكشفت المعركة، يعني بحثنا عن هذا الذي مات فوجدناه لم يطعم بطعنة، ولم نجد فيه ضربة، ولم نجد فيه أي شيء، غير أن الأصل عدم موته في الحرب بقتال الكفار، والظاهر أنهما يعني أن الحرب إذا انفكت وأنه يعني إذا أثار القتال وشاع، فإن الظاهر أنه مات بسبب القتال، وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر. وكان الظاهر أنه مات بسبب القتال، لكن الأصل
لا يقدم في هذه الحالة على الظاهر، لأن الظاهر أقوى في ظن الشافعية من الأصل. الأصل أنه لم يمت بسبب حرب الكفار، والظاهر أنه جوه المعركة أنه مات بسببها. وعلى ذلك قدمنا الأصل على الظاهر على الأصل. وسواء قتله كافر في الحرب عمدا أم خطأ، عمدا يعني بارزه بالقتال، خطأ يعني كان راجع الكافر بالسيارة فسبحان الله كان المسلم واقف وراها فقتله وهو لم يقصد قتل المسلم في المعركة، يبقى برضك أيضا هو شهيد، أو نيران صديقة كما يسموها الملاعين. أو قتله مسلم خطأ، أخو المسلم بيضرب بالسهم، أم السهم أخطأ بدل ما يجي في الكافر جه في المسلم أيضا شهيد. طب افرض ان الكفار استعانوا بمسلم على المسلمين، فهذا المسلم قتل المسلم الاخر المعتدى عليه عمدا او سهوا، هل هو شهيد؟ نعم، الذي قتل هو شهيد، حتى وان قتله ذلك المسلم الذي استعان به الكفار على المسلمين. بالك زي الجيش الامريكي احيانا بيبقى فيه مسلمين وراحوا غزوا العراق ما حصلش واستعانوا بمسلمين في غزو العراق، والمسلمين دولت لما يقتلوا المسلم الاخر الذي يعني اتوا لاحتلال بلاده هيبقى ايه؟ هيبقى اللي قتل دوت من العراقيين الذين يدافعون عن ارضهم ضد العدوان الامريكي على العراق، يبقى ده كلام مش مشكلة ما تخافوش. يبقى هذا المسلم الذي قتل من ذلك المعتدي المسلم الآخر مع الكفار هو أيضا شهيد. طب هاب إن هو المسلم وهو بيقاتل السلاح والبندقية يعني رجعت الطلقة عليه هو، بدل ما يضربها في الامام جت عليه هو جت فيه ممكن يعني يبقى برضك شهيد، ودي عبروا عنها قالوا او عاد عليه سلاحه، جاي كده بيقاتل وبدل ما يضرب خبطت فيه موت نفسه بنفسه ايضا شهيد. او كان راكب الدبابه ف يعني الدبابه مرت على متفجرات فانفجرت الدبابة أيضا شهيد، ده كأنه سقط من عن دبته يعني، أو نحو ذلك. بنحاول نحدث الأمثلة برضك شوية يعني نفضل يعني نجتهد يا عم الشيخ. ثم قال بعد ذلك والسقط أو السقط أو السقط، والسقط مصدر بمعنى اسم الفاعل، فالسقط هو بمعنى الساقط. الإمام الرملي صاحب نهاية المحتاج بيقول إنه ما دام بلغ 6 أشهر فإنه يعامل معاملة الكبير مطلقا. إذا بلغ، احنا بنتكلم عن حاجة مهمة وانت هتسأل عنها، انت سوف تسأل عنها، وهذا مما يكثر السؤال فيه اللي هو السقط. ليل نهار بنتسأل فيه، سواء في دار الافتاء او سواء على التليفون او سواء في الدرس او 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 او، فلا بد ان نضبط الامر فلا بد ان نضبط الامر
فسقط. الإمام الرملي بيقول أنه إذا بلغ 6 أشهر فإنه يعامل معاملة الكبير، وتلزم فيه 4 أشياء أو 5 أشياء: الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن. طيب، لكن الأئمة والمحققون نازعوا الإمام الرملي فيما قال. وعلى كل حال نحن نسير في التحقيق مع خاتمة المحققين الإمام البجولي. مع مين؟ مع الإمام البجولي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام البجولي يقول في خلاصة ما قال وما ذكر أن السقط له 3 أحوال. أول حاجة أن يكون غير مخلق. يعني إيه؟ نزل حتة لحمة، بصينا في اللحمة كده لم نجد لا فيها أذن ولا عين ولا أنف، قطعة لحمة بيضاء مثل قطعة اللحمة اللي هتاكلوها في العيد الكبير، فهذا لا يصلى عليه ولا يجب غسله ولا يجب دفنه، لأنه حتة لحمة زي لحمة الأضحية. بل قال علماؤنا بأنه يجوز يعني أن تعطيه لهرة، لحمة صغيرة ادي الهرة تاكله. قال وهو لم تعلم حياته، ده حتة لحمة هكذا ولم تعلم حياته، لا باستهلال يعني لم يستهل صارخا، ما قالش واء هكذا، ما نزلش وقال واء، ولم يظهر خلقه وما تحركش في البطن ولا أي حاجة، وفي هذه الحالة لا يجب فيه شيء. حتة لحمة كده نزلت من بطن المرأة بعد مثلا 100 يوم، والشيخ خيري بيختلف في هذا لأنه هو في دماغه إن بعد 40 يوم بينزل الملك ويضع الروح ومش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، وهو مخالف للسادة الشافعية في هذا، له اجتهاد خاص. ومع ان الروايه اللي انت بتقول عليها دي شيخ الاسلام اعتمدها، ما عندوش نطفه دي، لكن الشافعيه بيقول لك كده ان بعد 120 يوم بتنفخ فيه الروح. فصاحبنا ده قطعه لحم كده قبل او بعد، ولم نتيقن حياته ولم تظهر فيه خلق الادمي، سواء كان قبل 4 أشهر او بعد 4 أشهر، لكنه لم يخلق، ففي هذه الحالة لا يجب فيه شيء، بل تحرم الصلاة عليه، لأن الصلاة أضيق بابا. ويسن ستره بخرقة، لأنه أصل آدمي، هات كده حتة يعني قماشة ولفه بحتة قماشة، واذهب إلى مكان طيني وتفن بس خلاص، ليه؟ احتراما لأصل الآدمي، احتراما للنطفة التي وضعت. طيب، هب أننا علمت حياته بالاستهلال أو غيره، لا ده نازل بقى مخلق اهو بعد 4 أشهر 5 6، احناش دعوة بكلام الإمام الرملي، الإمام الرملي نزع في هذا بعد كم شهر، 5 أشهر 6 أشهر، نزل هكذا ووجدنا فيه حركة أو وجدنا فيه صوت أو وجدناه يصرخ أو إلى آخره، في هذه الحالة قال أصحابنا هو كالكبير. يعني إيه كالكبير؟ يعني فيه 5 أشياء: غسل، تكفين، صلاة، حمل، دفن. نحفظها كده: غسل، تكفين، صلاة، حمل، دفن. طيب جميل. فيغسل ويكفن
ويحمل ويدفن ويصلى عليه وجوبا في كل هذا. لماذا؟ قالوا لأننا قد تيقنا حياته. هل ده في حياة؟ وعلامة ذلك أننا وجدنا فيه أمارة الحياة، وجدناه يصرخ، وجدناه يبكي، وجدناه يتحرك، وجدناه وهكذا. طيب، رضي الله عن السادة الشافعي. هب أنه نزل، ما علمناش في حياة، قطعة لحم، لكن في عين، في مناخير، في ودان، صغلتوت كده هكذا، لكننا لم نعلم حياته. لم يستهل صارقا، يعني ما صرخش، أول ما نزل ما تحركش، ما نعرفش سواء كان قبل الأربعة أو بعد الأربعة أو لا، بعد الأربعة علشان الحياة، هذا فيما بعد الأربعة. وإن ظهر خلقه وجب غسله وتكفينه ودفنه، ولا صلاة عليه في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأننا لم نتيقن أنه كان حيا ثم مات حتى نصلي عليه. ولذلك بقى يبقى بهذه الطريقة يبقى هو أعم، سواء قبل الأربعة أو بعد الأربعة. هم ما حددوش، الشيخ البجولي حتى ما حددش. والصلاة تحرم في هذه الحالة لأنها أضيق بابا من غيرها. وعرفوا السقط بأنه الولد النازل قبل تمام أشهره، وأما بعد تمام أشهره فهو الكبير، يعني بعد ست أشهر هو ده تمام الأشهر، ده أقل مدة الحمل. ويغسل الميت وترا، أي غسلا وترا. فوترا دي يعني صفة لموصوف محذوف، تقديره إيه؟ غسلا وترا. قال ويغسل الميت وترا. قالوا لا تجب فيه الغسل الذي للميت نية من الغاسل. ليه؟ قالوا لأن المقصود من غسل الميت هو نظافته، والنظافة لا تحتاج إلى نية. يعني حضرتك لما تدخل وتنظف جسدك بالماء، التنظيف ده بيحصل بنية ولا بدون نية؟ بيحصل بدون نية. وهي أي النظافة لا تتوقف في حصولها على نية. نويت هتحصل، ما نويتش هتحصل. ليه؟ أنا هأضع الماء على بدني وأغسل نفسي وجسمي بالصابون، طب ما هتحصل النظافة. نويت بقى ما نويتش حصل المقصود. ولذلك قال لا تجب نية غسل الميت على الغاسل، لأن المقصود من الغسل هو النظافة، والنظافة تحصل بدون نية. لكن يسن أن ينوي الغاسل الغسل حتى يخرج من خلاف من أوجب نية الغسل. السنة أن أنت تنوي بقلبك أداء غسل الميت، أو تقول نويت استباحة الصلاة على الميت، لأن الغسل ده يبيح لك الصلاة عليه، يبقى تنوي حينئذ استباحة الصلاة على الميت. طيب، وهل نوضئه؟ قالوا نعم، يسن أن نوضئ الميت قبل أن نغسله قياسا على الحي. يعني كما أن الحي يغسل قبل أن يغسل يوضأ، فكذلك الميت كالحي يغسل ويوضأ قبل الغسل. طيب،
وهذا الوضوء تجب فيه النية كما يقول علماؤنا. حاجة غريبة، الغسل الواجب لا تجب فيه النية، والغسل المندوب تجب فيه النية، ولذلك علماؤنا الغزو يعني ذكروا لغزة، قالوا لنا غسل واجب لا تجب فيه النية، ولنا عبادة مسنونة تجب فيها النية. هو المسألة اللي احنا فيها دي، هذا علم، علم جميل، علم حلو. طيب من الذي يتولى غسل الرجل ومن الذي يتولى غسل المرأة؟ قلنا الغسل، والغسل خلي بالك له كيفيتان، كيفية واجبة وكيفية كاملة سنة. الكيفية الواجبة هو أن يعم الماء كل بدن الميت، بس كده، ده الواجب. كالحي، الواجب في الحي يا أولاد قلنا حاجتين، النية وأن يعم الماء كل أجزاء البدن، وأما في الميت شيء واحد هو أن يعم الماء كل البدن، بس كده. افرض ان احنا خدنا الميت كده حطيناه في نهر النيل وطلعناه من غير نية، خلاص غسلناه، بس كده، يكتفى بهذا؟ يكتفى بهذا. يعني لو حطيناه في نهر النيل رضي الله عن نهر النيل وطلعناه من نهر النيل وصلينا عليه ينفع؟ ينفع. طب الهيئة الأكمل والأحسن؟ لا، فيها شروح كثيرة كما يقول الشارح هنا. احنا هنا نقتصر بعد ذلك على العبارة، وما نأخذ بعض الفوائد مما يعني ذكره المحققون. قالوا والأولى بغسل الرجال الرجال، يعني مات رجل الأولى أن يغسله رجل، الأحسن أن يغسله رجل. ماتت امرأة الأحسن أن يغسلها امرأة. طب هب أن له زوجة، وربنا يعني يطيل في عمر زوجاتنا جميعا، وأن يبارك فيهن وفيهن كمان، لغات متعددة في النساء. ماتت زوجته، هل له أن يغسلها؟ نعم. ولذلك قال وله غسل حليلة من زوجته، حليلته من زوجته غير رجعية، بس أهم حاجة ما يكونش طلقها طلاق أول مستوفي أركان وشروط، أو طلاق ثاني مستوفي أركان وشروط وهو رجع وليس بائن. والطلاق البائن يكون في ثلاثة أحوال، أن يكون على مال، وأن يكون قبل الدخول، وأن يكون في الثالثة البائن بينونة كبرى، دولت اللي هم خلاص. أما إذا قال لزوجته في غير ما يكون على مال، قال لها أنت طالقة بقلقلة القاف هكذا، وهو يعي ما يقول، وخرجت الكلمة من فمه قاصدا للتلفظ بها، ثم ماتت الزوجة، أول ما سمعت أنه طلقها راحت وقع من طولها ماتت، لم تتحمل الصدمة، هل له أن يغسلها؟ لا، لأن الرجعية في هذه الحالة كالأجنبية. الإمام الشافعي قال الرجعية زوجة في خمسة أحكام في كتاب الله تعالى، وليس منها هذا. سيدنا الإمام الشافعي كان مستنبط دقيق من الشرع. طب هب أنه يعني زوجته غير الرجعية، اختلفت معه فمات من سبب الاختلاف، فهل لها أن تغسله؟ نعم لها أن تغسله. في أولوية الغسل، قالوا الأولوية في الغسل
تكون لمن له الأولوية في الصلاة على الميت. يعني من له الأولوية في الصلاة على الميت؟ أولا إن كان هناك أبوه فأبوه، حتى وإن كان له أبناء على قيد الحياة فأبوه هو الذي يقدم في الصلاة عليه. وعلى ذلك فما دام أن الأب يقدم في الصلاة عليه ووجد فكذلك يقدم في الغسل عليه. ثم يأتي بعد ذلك الترتيب المعلوم في الصلاة عليه. وأما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة فللرجال وللنساء أن يغسلاه على السواء. ولد عنده 5 سنوات، بنت عندها 5 سنوات، يغسلها كل من الرجال والنساء لأنها لم تبلغ حد تشتهى فيه. ثم ذكروا في الغاسل وقالوا ينبغي أن يكون الغاسل أمينا، بمعنى أنه إن رأى خيرا من الميت ذكره، وجدوا مبتسم، وجدوا في نور يشع منه خيرا يذكره للناس حتى يطمئن يعني قلب أهله عليه. فإن رأى خيرا ذكره، سن له أن يذكره، وإن رأى شرا سكت ولا يذكره، لأنه ينبغي أن يكون أمينا إلا إذا كانت هناك مصلحة. كان رأى شرا، واحد مبتدع وهابي وجد عليه ظلمة في لحيته، يقول وجدت ظلمة، حتى يعني يجتنب الناس طريقته وحتى لا يفتتن أحد به. طيب وجد واحد صوفي ونور ومنير يعني يبتسم، يخبر الناس لأن الناس ستعتقد حسن طريقته. أما وهابي وجد فيه شيئا سيئا أذكر، حتى يعني لا يسلك الناس، حتى لا يسلك الناس مسلكه. هذه هجات مهمة. أنت وهابي وهابي، ما فيش إلا الوهابية، ما فيش إلا الوهابية. محل الاكتفاء. طيب قال ويغسل الميت وترا، يعني إن كفى غسلة واحدة سن له أن يأتي بالثانية والثالثة حتى إيه يكون هكذا 3. وإذا غسل غسلة واحدة وحصل بها الإنقاء فذلك هو الواجب، فما يأتي به بعد ذلك يكون سنة من الاثنان والثلاث. وأما إذا لم يحصل يعني إنقاء الميت وتنظيفه إلا بأكثر من هذا فينبغي على الغاسل أن يزيد في الغسلات، اغسلنها 3. سيدنا رسول الله قال هذا، أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك. فربط الأمر بالنظافة، ربط الأمر بإنقاء الميت. فإذا حصل إنقاء الميت بغسلة واحدة وتنظيفه حصل بغسلة واحدة فذلك الواجب. إن توقف الأمر على غسلتين وجب على الغاسل أن يغسل غسلتين. هب أنه يحتاج إلى كثير، جسم كبير ويحتاج إلى غسلات كثيرة، يجب عليك أن تزيد حتى يحصل الإنقاء. فإن حصل الإنقاء بشفع سن له أن يأتي بوتر. حصل الإنقاء بغسلتين يأتي بالثالثة استحبابا، ولذلك قال ويغسل الميت على سبيل الندب وترا. يبقى الوتر هو المندوب وغسل الميت دواجب، وأما الوترية فهي هيئة. إذا حصل الإنقاء قبلها سنة الغسلة الوترية. قال ويكون في أول غسله سدر، يعني يضع الغاسل في أول غسله للميت سدر، أي يسن له هذا ويستحب له هذا. ومثل السدر الصابون والأشنان وكل المروحات. والسدر شجرة
شجر النبق بكسر الباء، شجر النبق، لو انت كتبت على النت شجر النبق، النبق هيجيب لك شجر النبق، وهو له رائحة يعني لطيفة كريمة تستعمل في مثل هذه الأحوال. طيب، يجعل في أول غسله سدر، ثم بعد ذلك يغسله غسل ثانية بماء صاف يجعل فيها قليل من كافور، ثم بعد ذلك يغسله غسل ثالثة بماء قراح يعني ماء صافي. هذا الماء الصافي يزيل السدر الذي قبله، ويسن أن يجعله شيئا من الكافور. وقال وفي آخره، يعني في آخر غسلة يجعل فيه كافورا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا يكون في كل ميت إلا المحرم، فإن المحرم يحرم على غاسله أن يقرب له طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة على هذه الحالة، ولذلك يحرم أن نقربه شيئا من كافور ولا سد ولا أي مروح من المروحات التي تحرم على الحاج. قال وفي آخره شيء، التنكير هنا للتقليل، من كافور. وأما الكثير من كافور، الكافور على نوعين يا أولاد، في كافور صلب وفي كافور غير صلب. إن كان الكافور غير صلب نجعل يعني شيئا يسيرا منه لا يؤدي إلى تغير الماء، وإن كان صلبا اجعل منه الكثير والقليل، لأنه لو تغير به الماء فإنه يكون تغير مجاور لا تغير مخالط، وتغير المجاور لا يضر، لأنك لما تشيل منه الكافور والريحة ستذهب بعد قليل وخلصت. وأقل الغسل كما قلنا تعميم البدن بالماء، ولا يسقط الغسل إلا بفعلنا، يعني هب إن الميت مات غرقا وأخرجناه من الماء مبلول فهل يجب علينا أن نغسله؟ نعم، لأنه لا يسقط التكليف إلا بفعلنا. طيب جميل، خلصنا من الغسل، مع أن الغسل فيه أشياء كثيرة كثيرة، ولكن نجعلها في كتاب مطول إن رأيتن ذلك ويكفن في ثلاثة أثواب، أي بعد غسله والصلاة عليه يسن لنا أن نكفنه، أو بعد التيمم ويسن لنا أن نكفنه بمغسول لا جديد، يعني ما نشتريش كفن جديد، عندنا ثوب مغسول كفن فيه، لأنه في النهاية سيبلى ويكون للصديد، فيعني لماذا هذا الإسراف؟ ويسن أن تذر الحنوط على الكفن والميت، الحنوط ده نوع من أنواع الطيب، ولكن ما لم يكن محرما هتعمل إيه؟ هتأتي بالكفن، هو كم لفافة؟ ثلاث لفافات، وتضع عليه الحنوط، تحط عليه الميت، ثم بعد ذلك تضع على الميت حنوطا.
لأن ده بيدفع الهوام. ويسن أن تشدوا الياهو بخرقة، يعني بعد ما تغسل وانت بتكفن على الأليتين لف عليها قماشة، اربطها بقماشة، لأن ديت من المواضع التي يعني إيه مع الحمل تتحرك وتنتشر. ويجعل على منافذه، مناخيره فمه، على فتحة الدبر، على الودان، على العين، ومحل سجوده السبعة، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، قطن عليه حنوط. وبعدما يكفن ويضع في الكفن يربط الكفن من فوق حتى لا ينتشر، قال يشد على الكفن، يربط من أوله ويربط من آخره ويلفه لفة كويسة، بيربطه من الأول ويربطه من الآخر هكذا حتى لا ينتشر. وانت شايله كده تبص تلاقي الكفن يعني ايه، ما انت لو مش ربطه، لو لم تربطه وانت بتشيله تبص تلاقي الكفن اللي انت مكفنه فيه ولفه بيه يتفتح، يبقى انت بتعمل ايه؟ بيقول لك كده اهو، ان يشد على الكفن بشداد، يعني يربط من اوله ويربطه من اخره خوف الانتشار عند الحمل. ويحل الشدائد في القبر، واحنا نزلين القبر وضعنا الميت بنشيل ونفك الرباط اللي هنا والرباط اللي عند القدم، حل الشدائد او باي طريقه كانت، هناك شدائد مختلفه. ويكره المغالاه في الكفن، انت تشتري كفن بثمن مرتفع لانه في الاخر هو للتراب، فاشتري بثمن رخيص واترك الباقي للورثه ينتفعون بها في الحياة. ويكره اتخاذ الكفن إلا من حلال أو من أثر رجل صالح، واخد بالك، يعني شيخك أهدلك جبة يبقى إيه اتكفن فيها. ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن، لأن الكفن بعد ذلك سيكون للصديد، فالقرآن يعني يمتهن بهذه الطريقة، وامتهان القرآن حرام. وبعضهم قال ويكره كذلك أو يحرم أن يكتب عليه اسم سيدنا رسول الله أو أي اسم من أسماء الأنبياء، يحرم لأنه في نوع من أنواع الامتهان. ويجوز تكفين الأنثى والصبي بالحرير، ويجوز لأن لها أن تلبس ذلك في حال حياتها، فكل ما جاز لبسه في الحياة على سبيل السعة جاز لبسه أو جعله كفنا للميت. فالمرأة تكفن في الحرير لأن لها أن تلبس الحرير، والصبي يكفن في الحرير لأن له أن يلبس الحرير في حياته، والمرأة تكفن في المزعفر والمعصفر لأن لها أن تلبس المزعفر والمعصفر في حياتها، المزعفر اللي هو يعني مصبوغ بزعفران، والمعصفر المصبوغ بالعصفر. وأما الرجل فيحرم عليه أن، مش يحرم عليه هو، على من يكفنه. ويحرم عليه أيضا إذا كتب وصية بذلك. نعرف نخرج منها. في ثلاثة أثواب، قال ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، البيض على سبيل السنة. يعني إيه ثلاث أثواب يا مولانا؟ يعني ثلاث لفائف، يعني ثلاث أقمشة، قماشة أولى كما يقول سيدنا الشيخ الخطيب تكون أوسع القماشات، ثم قماشة ثانية تكون يعني أقل من الأولى، ثم قماشة ثالثة تكون كالثانية، بخلاف عبارة الإمام ابن قاسم الغزي، لأنه بيقول إنها يسن أن تكون كلها متساوية. أما الشيخ الخطيب لا، قال وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها أولا، ثم بعد ذلك تلف
وتقوم جايب اللفافة الثانية لافف على الميت، واللفافة الثالثة لافف على الميت بثلاثة أثواب. وهذه اللفائف الثلاث واجبة إن اقتصر عليها، وإن لم يقتصر عليها خلاص أنا عايز أكثر من اللفائف، طيب هتعمل إيه؟ قال يجوز حينئذ لفافتان ومشتين طوال، وبعد ذلك تأتي بإزار. أتعلمون الإزار؟ أنتم بلد الإزار، والإزار يستر يعني من السرة إلى الركبة. قال يعني ثلاث لفائف، وإن لم يقتصر عليها جاز لفافتان، يبقى لفافتين ومشتين وإزار وقميص جلابية وعمامة، البس عمامة زي عمامة الأزهر لو كان أزهري، أو عمامة عادية يعني العمامة الملفوفة المعروفة. وهذا في حق الرجل، وهي أفضل من ثلاث لفائف. طيب قال والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. الأفضل إن الكفن ما يكونش بالنسبة للرجل لا في قميص ولا في عمامة، هات الثلاث لفائف بس كده وهذا أحسن. لكن لو فعلت هذا والله جائز، لكنه خلاف الأولى أن يكون هناك لفافتان وإزار وقميص وعمامة، لكن الأفضل أن تقتصر على ثلاث لفائف. والأفضل في حق المرأة لفافتان قماشتين، أيضا كما قلنا يبسط أوسعها وأحسنها أولا، لأن هذه التي يعني إيه التي تخالط الميت إكراما له، وإزار، والمرأة أيضا يجعل لها إزار وخمار، الإزار اللي هو ما الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة، والخمار هو الذي يستر الرأس بالنسبة للمرأة، وقميص يعني عامل زي الجلابية كده. هذا إن كفن من ماله، ده لو كفن من ماله حضرتك اعمل الخمسة أشياء. طب لو كفن من غير ماله، بأن كفن من مال بيت المال، قال بقى مش خمسة. ليه؟ لأن ده مش مالك، والمال ده يتصرف فيه بحسب المصلحة ولا يزاد على المصلحة. أو من مال الزوج، بأن كانت متزوجة فزوجها عليه أن يكفنها، أو من عليه نفقته، أو من الموقوف على تجهيزه، هناك وقف زمان كان لمن يجعل لمن يعني إيه يكفن، هذا الوقف يكفن منه يعني الفقراء والمساكين وإلى آخره، أو من أغنياء المسلمين. ما وجدناش لا بيت مال ولا وجدنا وقف ولم نجد إلا أغنياء المسلمين، حينئذ يجب عليهم أن يخرجوا من أموالهم لتكفين الموتى، وحينئذ فلا نعطي للمرأة خمسة ولا نعطي للرجل خمسة. فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن، مش من مالي يعني الزوج ومالي بيت المال أو مالي أغنياء المسلمين، يبقى هو ثوب واحد فقط يقتصر فيه على يعني ستر كل البدن، إلا رأس المحرم إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. رأس المحرم لا تستر، ووجه المرأة المحرمة لا يستر في الكفن، ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب. حتى لو كان في الورثة شخص صغير مجنون يعني محجور عليه، فإنه في هذه الحالة يكفن في ثلاثة أثواب. وخلاصة ما مضى، حيث كفن الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق، كفن من ماله وليس عليه دين يستغرق جميع ماله،
كفن في ثلاثة أثواب وجوبا. الثوب الأول والثاني حق للميت على المعتمد، لأن ستر العورة الثوب الذي يستر العورة ده حق لله، محض حق الله. الذي يستر كل البدن من أول صباعه لغاية راسه ده يبقى إيه؟ حق للميت وفيه شوب حق لله. والثوب الثاني والثالث حق خالص للميت. كلام جميل، علم علم. قوله بيض يعني يسن أن يكون الكفن أبيض، يبقى ما حدش يكفن في كفن أحمر أو كفن أسود، يكره في غير الأبيض. ويجب كلها لثائف، يعني يكون كل هذه الثلاثة ثلاثة أقمشة. ويوضع الميت فوقها مستلقيا، مستلق على قفاه. هات اللثافة الأولى وضع الميت عليها مستلقيا، ثم لفها، ولف الثانية، ولف الثالثة، هكذا. لأن أنت لما بتيجي بتعمل إيه؟ بتحط الثلاثة الأولى، وبعد كده الأولى ديت اللي بتلامس الميت ينبغي أن تكون واسعة، وبعد كده الثانية تحتها، وبعد كده الثالثة تحتها، وتلف الأولى ثم بعد ذلك تلف الثانية ثم بعد ذلك تلف الثالثة. وحيث اقتصر على ثلاثة، طيب احنا نكفن الراجل، الرجل في ثلاثة أثواب، ما شأنها وما شكلها؟ قال تبقى ثلاثة لفافات، لا فيها قميص ولا فيها عمامة، وهذا أفضل في حق الرجل. والاقتصار على الثلاثة أفضل في حق الرجل، والخمس أفضل في حق المرأة. تكون لفافتان وإزار وقميص، لا ده بالنسبة للرجل، والخمسة جائزة في حق الرجل. تبقى إيه؟ لفافتان وإزار وقميص وعمامة. الاقتصار في حق المرأة على خمس أفضل من الاقتصار على ثلاث لفائف، لأن المرأة نظرا لكونها يعني عندنا فتنة فينبغي أن تكون أكثر سترا، فشرع لها وسن في حقها خمسة أثواب. ويجب على الرجل تكفين زوجته من ماله، تزوج زوجته ماتت يبقى وجب عليه أن يكفنها من ماله، ولو كانت رجعية، حتى ولو كانت المرأة مرأة رجعية وجب عليه أن يكفنها، بخلاف البائن، يعني طلقها طلاقا بائنا على مال اختلعت منه كانت الطلقة الثالثة، يبقى في هذه الحالة لا يجب عليه أن ينفق على كفنها إلا أن تكون حاملا، لأن نفقتها وجب عليه. وأقل الكفن، خلي بالك لأن ده مثار جدل في الفقه الشافعي، سيدنا المحقق البجوري فكلنا الجدل ده وأراح قلبنا وعقلنا. قال وأقل الكفن بالنسبة، زي ما قلنا كده، بالنسبة لحق الله ستر العورة، حق الله محض حق الله أن تستر عورة الميت. طيب بالنسبة إلى حق الميت المشوب بحق الله، قال له حق الميت اللي فيه خلطة وعلاقة بحق الله يبقى كل البدن، ثوب يستر كل البدن على وجه المحرمة ورأس المحرم. طب بالنسبة إلى خالص حق الميت ما فيهوش حق لله، قال له الثوب الثاني، اللفافة الثانية أو الثوب الثاني والثوب الثالث. يبقى عندنا حق محض لله ستر العورة، حق يعني موزع بين حق الله وحق الآدمي
ثوب يستر كل البدن. اللفافة الثانية والثالثة حق خالص للميت. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه فايدته؟ هقول لك انا فايدته. ما عندناش حاجة ايه من غير هجة. فكل من الاول والثاني اهو لا يسقط بوصية ولا غيرها. فكل من الاول والثاني لا يسقط بوصية ولا غيرها. يعني لو واحد قال اوصيت الا اكفن، لا في ساتر للعورة ولا في ساتر للبدن، لا تنفذ الوصية. لماذا؟ قال له لأن ساتر العورة ده حق لله، لا تملك أن تسقطه. طيب وساتر البدن بكماله وتمامه حق لك، لكنه مرتبط بحق الله فلا تستطيع أن تسقطه. طب جميل، حلو، قول. فلو أوصى بساتر العورة، البس ساتر العورة، لا تصح وصيته، لأن الباقي مش بتاع ده، بتاعك وبتاع ربنا، فلا تملك إسقاطه بمفردك، والله لم يسقطه. وأما اللفافة الثانية والثالثة حق هو، فممكن ان هو يسقطه ويقول اذا مت فكفنوني في ثوب واحد فقط، خلاص وصية تنفذ، لان الثوب الثاني اللفافة الثانية واللفافة الثالثة حق له، وما دام حق له يجوز ان هو يسقطه. وايضا يسقط بطريق اخر، إذا كان يعني مدين بدين يستغرق التركة، يبقى في هذه الحالة لا يكفن إلا في ثوب واحد يستر جميع البدن، لأن ده حق لله مع حق الميت. والمعتمد والراجح عندنا في مذهبنا أن الكفن لا يختلف فيه، لا يختلف فيه الرجل والمرأة، يعني لا يختلف به، يعني أقل الكفن لا يفترق فيه الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. أقل الكفن في حق المرأة ثوب يستر كل البدن، وأقل الكفن في حق الرجل ثوب يستر كل البدن. طيب، وهنا فائدة نذكرها ونختم درسنا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرضى عنا وأن يتقبل منا الأعمال وأن يرزقنا صالح الأحوال. قالوا بأن الكفن يكون من جنس ما يلبسه الإنسان في حياته، ده احنا ذكرناه، ولكن في حاجة ما ذكرناهاش، أنه لا يجوز أن يكفن في ثوب متنجس مع القدرة على الثوب الطاهر. هذا يعني ختام ما في الحال. وقرأنا وقلنا ويكفن في ثلاثة أسواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لا يستحب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أسواب بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، والسحولية ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن نسبة إلى بلدة باليمن. هذا آخر ما قرأناه اليوم، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم على الصلاة على الميت، ثم بعد ذلك نتكلم على الدفن، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يكتب لنا به السعادة، وأن يكتب لنا به الشهادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو مولانا ونعم الوكيل.